هلو جايز، ويلكم باك. النهاردة فيديو جديد حابة اشارك فيه معاكم روتين، وهو روتين بقالي 32 يوم ماشية عليه، وبجد فرق معايا جدا جدا جدا، من الناحية الصحية، من الناحية التعليمية، من الناحية الدينية، من جميع النواحي. بجد لو التزمتوا بالروتين ده هتلاحظوا فرق كبير قوي في شخصيتكم في فترة قصيرة قوي. طبعا هو روتين 90، اهم حاجة في روتين 90 هو تظبيط وقت النوم. يعني لو انتم متعودين تناموا اللي هو متأخر، حاولوا تظبطوا وقت النوم بتاعكم وتناموا بدري. وبجد لو التزمتوا بيه بس اسبوع او اسبوعين هتلاحظوا فرق كبير قوي. طبعا دلوقتي اللي هو الساعة 10، فانا هظبط المنبه على اللي هو الساعة 4 عشان اقوم اللي هو اصلي كمان اللي هو الفجر واصلي قيام الليل، وكده اكون اخدت اللي هو الوقت الكافي للنوم. وبعد ما اصلي الفجر هروح انام مرة تانية بحيث اللي هو اخد اللي هو الوقت الكافي للنوم، وهو 8 ساعات. فكملوا معايا الفيديو لو اول مرة تشوفوا قناة اشتركوا في القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. هذا ينظر إليك وقد ترقرقت دموعك، عيناك بالدموع. استشعر قوة الله، واستشعر قدرة الله، استشعر حكمة الله، استشعر لطف الله سبحانه وتعالى، استشعر عظمة الله. اليقين أيها الإخوة والأخوات، اليقين الذي يقبل بنا على الدعاء في كل بلاء لم يسمع أحد فيه شكواك، وفي كل ألم لم يشعر أحد فيه بمعاناتك، وفي كل ظلم لم تجد فيه من ينصرك. اليقين في الدعاء عندما ينشغل قلبك بتعظيم الله والتعبد لله بأسمائه وصفاته دون الاتصال فقط على تحقيق المطلوب ودفع المرغوب. الشرعي العظيم
من الدعاء. المقصد الشرعي العظيم من الدعاء أن نقوم بعبودية الدعاء، أن نتلذذ بالدعاء. الدعاء أيها الإخوة والأخوات من أعظم الصلات بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. Gracias.